دار للأسرة التي تسكن هذا المنزل في أحد أطراف ساحة التغيير وسط العاصمة صنعاء تناول وجبة الغداء كما خططت لذلك، فقد سقطت طائرة عسكرية على المكان وأتت على 4 مبان كان آخرها المنزل. قتلى وجرحى انتشلوا من تحت الأنقاض، بينهم قائد الطائرة، وظلت سيارات الإطفاء لساعات تحاول إخماد الحريق الذي نشب في المكان، فتضررت بعض المباني والسيارات. حوالي الساعة 11 أو 11:30 تمام، متواجدين داخل ساعة التغيير، وفي قزاع الطائرة الحربية هذه بشكل هابط، يعني هابط قوي تمام. نسأل، سمعنا الهزة وكذا، بس نسأل قالوا في شارع الزراعة، قلنا انتوا إلى هنا يعني لا حصلنا الإطفاء ولا، وكان ما فيش متواجد على أي شخص. طائرة منتهية، لا وجود صيانة لها ولا لها رقابة ولا شيء، وطلوعها دائما فوق المدن الرئيسية، دلالة على فشل الجوية بشكل عام. حالة من الذهول خيمت على الأهالي الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في المنطقة، وشارك بعضهم الجنود وفرق الإسعاف في البحث عن ضحايا محتملين هنا وهناك، لكن الحادث أثار حفيظتهم، خاصة وأنهم غير مرتاحين لتحليق الطائرات العسكرية من وقت لآخر فوق مناطق مأهولة. حتى الآن لا نعرف أسباب سقوط الطائرة، ويقال أنه كان هناك التماس كهربائي أو كذا عندما كان ينادي الطيار مكان البرد. المكان الذي سقطت فيه الطائرة جزء من ساحة التغيير التي يخيم فيها شباب الثورة منذ 2، لكن وجود دلالة سياسية للحادث يبدو مستبعدة، حتى وإن كان الرئيس عبد الرب منصور هادي قد أقال في وقت سابق قائد الدفاع الجوي الأخ غير الشقيق للرئيس المخلوع علي صالح. فسقوط طائرات عسكرية بسبب خلل فني صار أمرا متكررا لقدمها وعدم صيانتها بشكل ملائم. سقوط هذه الطائرة يأتي بعد أشهر من سقوط أخرى داخل العاصمة، وهو ما جعل الأهالي يطالبون بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن ما يحدث لهذه الطائرات. حمد البكاري، الجزيرة، من مكان سقوط الطائرة بجوار ساحة التغيير بصنعاء.